بسم الله الرحمن الرحيم. من وقت الآخر كده بنحب نحن نتكلم عن الشيعة علشان نبين الحقائق، وعلشان ده تخصصي أنا، رسالة الماجستير بتاعتي كانت عن الشيعة، فحبينا نكمل المسيرة. بنعمل الحاجات دي بنية الدفاع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن الصحابة، والدفاع عن آل البيت. وإن برضو لو في حد من الشيعة بيسمعنا دلوقتي، يعني ربما هذا يلمس شيئا من شغاف قلبه، ويعني يبدأ يفكر كده الكلام اللي بيقوله أهل السنة ده صح ولا لا، مجرد ان الكلام ده يعني ياخد حيز من تفكيره ويشغله ويبحث عن الصواب، قد يدله الله سبحانه وتعالى ان اراد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ما تنساش الاول اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. المساله النهارده والقضيه مساله خطيره ومهمه. انت عارفين يا جماعه الناس اللي هي بتقتل القتيل وتمشي في جنازته، ده مثل معروف ومشهور، اللي بيعمل ده وبيطبقه بالحرف الشيعة. ليه؟ لان هم الذين قتلوا الحسين، ويجي في عاشورة يقول لك يا لثارات الحسين، يا حسين، يا ابا عبد الله، ويقول لك بقى احنا عايزين طار الحسين وعايزين ناخد بحق الحسين، واحنا بنعمل ده عشان الحسين. وتشوف حاجات عجب عجاب يوم عاشورة، واحنا يعني بكل سنة بتحس ان الموضوع بيتطور وبيتجدد وبيزيد والسقف بيعلى، ان تلاقي واحد يقتل ابنه عشان يقول لك فداء للحسين وحبا في الحسين. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. والله يا جماعة ده موجود، يعني انت هتشوف دلوقتي وبتشوف دلوقتي هذه الحاجات دي موجودة، بيقدم ولده فداء للحسين او حبا للحسين. واحد تاني ممكن ربما يسجد على تربة مكتوب عليها حسين عشان هي من ريحة الحسين، ويقول لك بس لقبر الحسين وتربة الحسين ومكان الحسين وتقديس الحسين، كل ده علشان الحسين، كل ده علشان. وبعدين بقى اللطم والتطبير، وان شاء الله نعمل لكم فيديو عن ده، وان هو يدمي نفسه ويعور نفسه ولازم يعري جزء من جسمه، أو حد يضربه بسيف كده ولا بسطور على رأسه علشان ينزل دم. هنتكلم عن ده، كل ده عشان إيه؟ يقول لك كل ده عشان الحسين، وعلشان إن إحنا نعيش الجو بقى إن إحنا زعلانين على الحسين. وما أنتوا لو كنتوا فرحانين كنتوا عملتوا إيه؟ المهم هم الشيعة هم اللي قتلوا الحسين، أيوة، يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته، هم الذين قتلوا الحسين، وبأدلة من قلب كتب الشيعة. وأنا دايما بجيب لك بالأدلة، وارجع ورايا لما أقول لك المؤلف والمؤلف والجزء ورقم الصفحة، وقرأ قدامك كده، ارجع لو انا بقول حرف ولا كلمة فيها حاجة قول لي في الكومنتات تحت كده على الفيديو على اليوتيوب، علق وقول لي انت كلامك غلط وانت كلامك مش صح، لكن انا هجيب لك بالدليل من الكتاب وبالجزء وبرقم الصفحة ومن المؤلف ومن واسم المؤلف. ونرجع مع بعض مع حضراتكم نشوف الحاجات دي. اول حاجة، سنة 60 هجرية لما بويع يزيد ابن سيدنا معاوية ابن سيدنا أبي سفيان رضي الله تعالى عن معاوية، ورضي الله تعالى عن أبيه أبي سفيان، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ سيدنا الحسين لم يبايع يزيد، وعدد سيدنا زي سيدنا عبد الله بن الزبير. المهم أهل العراق لما عرفوا أن سيدنا الحسين لم يبايع يزيد، قعدوا يرسلوا رسائل إنهم نحن نريدك ولا نريد أن نبايع أحدا إلا أنت، نريد بيعتك. وأرسلوا لي رسائل ربما فقط 500 رسالة. وأقر أو أعلن سيدنا الحسين أنه حيسافر إلى العراق ويسافر إلى الكوفة ليأخذ البيعة من أهل العراق، وهم اللي عايزين، هم اللي أرسلوا لي رسائل. كتير من الصحابة اعترضوا لما عرفوا ان سيدنا الحسين هيسافر من المدينة الى الكوفة علشان يبايع اهل الكوفة او اهل الكوفة يبايعوه. اللي اعترض سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن الزبير، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا ابو سعيد الخدري، كل دول اعترضوا، كتير من الصحابة اعترضوا ما تروحش، حتى ان سيدنا عبد الله بن عمر قال له لا تأتيهم، فأبى سيدنا الحسين. فقام سيدنا عبد الله بن عمر فاعتنقه وبكى وقال أستودعك الله من قتيل. وعبد الله بن الزبير قال له لا تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. حتى الفرزدق الشاعر قال له قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، أو سيوفهم عليك مش معاك، فما تروحش بلاش. تعال بقى شوف سيدنا الحسين، ولا قبل ما نشوف سيدنا الحسين هنشوف أبوه سيدنا علي بن أبي طالب قال إيه في حق الشيعة.
وبعد كده نشوف سيدنا الحسين نفسه قال ايه، وبعد كده هنشوف اخته زينب قالت ايه، وبعد كده هنقول ابنه علي بن الحسين قال ايه، وكل ده من كتب الشيعة. وارجع ورايا، ارجع ورايا. اول حاجة هي ايه دخل العراق ودخل الكوفة بالشيعة؟ هي كان فيها شيعة؟ ايوه كان فيها شيعة، ما هم اللي قالوا له تعالى، هم دول شيعته، هم احنا عايزينك، هم دولت اللي عايزينه، هنبيعك، هم دولت اللي هم على مذهبه وعلى منهجه، يعني اللي هم بيدعوا هذا. خلاص كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. ولذلك لما وصل خذلوه. هي الكوفة كان مليئة بالشيعة، وده بإقرار كتب الشيعة. تعالى كده في منتهى الآمال، كتاب تعالى كده منتهى الآمال في تاريخ تواريخ النبي والآل، كتاب منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل بيقول إيه في الجزء الأول، رجع ورايا كده هو، كتاب منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل لعباس القمي الجزء الأول صفحة 569 بيقول إيه عباس القمي. ففي الكوفة، خلي بالك بقى دي الكلمة اللي أنا عاوزها، ففي الكوفة الكثير من الشيعة. خلاص كده هم اللي طلبوا إيه؟ هما اللي طلبوا ان الحسين يجي لهم من المدينه علشان يبيعوه، ولما راح لهم خذلوه. وهذه ايضا اقرارات الشيعه، الشيعه انفسهم يعترفون ويقرون بانهم هم الذين غدروا بالحسين، وهم الذين قتلوه، وهم الذين خذلوه وخانوه. يعني لما نشوف دلوقتي ماذا قال مرتضى مطهري في كتاب الملحمه الحسينيه، وماذا قال محسن الامين في كتابه اعيان الشيعه، تعالوا كده نشوف مرتضى مطهري قال ايه في الملحمه الحسينيه. يقول الجزء الأول صفحة 129، والكوفة أساسا أمر ببنائها عمر بن الخطاب بعد الحروب التي خاضها المسلمون. وبعد كده يقول إيه، وهم الذين خرج من بينهم 18,000 من المناصرين للحسين، ومن بينهم كانت الكتب 12,000. وبعد كده يقول إيه، ولا ريب في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. ده اعتراف خطير، اعتراف خطير من عالم ومرجع شيعي زي مرتضى مطهري في الكتاب ده. والكتاب ده موجود والشيعة بيرجعوا له، معرفش بيخرجوا من المأزق ده ازاي، ان شيعة علي في الكوفة او في العراق هم الذين شايعوا سيدنا الحسين أيضا بعد سيدنا علي، ثم قتلوه عندما سافر إليهم من المدينة إلى الكوفة. في كلام أخطر من ده؟ أيوة، كلام بيقوله محسن الأمين في أعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 26. تعالى شوف بيقولي محسن الأمين، يقول ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه. غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه. ده اعترافه محسن الأمين في أعيان الشيعة، وأعيان الشيعة كتاب ده مرجع عند الشيعة. يبقى دي كلها إقرارات واعترافات خطيرة من الشيعة ومن علماء الشيعة ومن مراجع الشيعة ومسطرة في كتب الشيعة، أنهم هم الذين غدروا بالحسين، وهم الذين خذلوا ثم قتلوا. تعال بقى نشوفها بالتسلسل كده، سيدنا علي قال في حقهم إيه، وبعد كده سيدنا الحسين واخته السيدة زينب وابنه سيدنا علي، هم دول يا جماعة اللي الشيعة بيتبعوهم وبيتظاهروا ان هم بيحبوهم وبيعتنقوا مذاهبهم. علشان ادللك من قلب كتب الشيعة ان الشيعة هم الذين قتلوا سيدنا الحسين. ماذا قال سيدنا علي؟ اسمع، ارجع وراي، شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد تحقيق محمد ابراهيم المجلد الاول والثاني صفحة 270. ماذا قال سيدنا علي في حق الشيعة؟ يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله. شوف سيدنا علي اللي بيقول عن الشيعة كده، شيعته، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. ده مين؟ ده نهج البلاغة اللي هو رقم واحد عند الشيعة، كتاب يعني هو من كلام
هم أجمعوا أنه من كلام الإمام الأول سيدنا علي بن أبي طالب. هو ده كلامه وده معتقدهم، ده كلام مين؟ سيدنا علي رقم واحد. تعال شوف سيدنا الحسين قال إيه، تعال وراي. كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد، بيقول إيه الجزء الثاني، وارجع وراي. الجزء الثاني صفحة 110 111 صد 110، آخر 110 كده وأول 111، الجزء الإيه الثاني من كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد. ماذا يقول؟ ده سيدنا الحسين اللي بيقول، وده نسبه للحسين، ودي كتب الشيعة. يقول: اللهم إن متعتهم إلى أجل ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. أهو فاكر لما عباس القم في منتهى الآمال قال إن الكوفة مليانة شيعة، وهم اللي طلبوا سيدنا الحسين تعالى من المدينة، طالما أنت رفضت بيعة يزيد تعالى وإحنا نبيعك، فرح لهم. قال لهم، بيقول أهو: دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. ده كلام مين؟ سيدنا الحسين في كتب مين؟ في كتب الشيعة. يبقى سيدنا الحسين هو اللي إيه؟ بيعترف إن دول خذلوه الذين طلبوه لينصروه لكنهم في النهاية خذلوه. ده كلام مين؟ سيدنا الحسين. طيب ماذا قال سيدنا علي ابن سيدنا الحسين اللي هو بيسموه لقب علي زين العابدين؟ تعال معايا. الملهوف على قتل الطفوف، صفحة 192. قال علي بن الحسين: أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ ده كلام من سيدنا علي. وبرضو علي بن الحسين ليه كلام برضو أقوى من ده في كتاب الاحتجاج للطبراس الجزء الثاني، بيقول فيه، تعالى كده معايا، كتاب الاحتجاج للطبراس الجزء الثاني صفحة 28، يقول علي بن الحسين: أيها الناس، ناشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه؟ كتبتم إلى أبي، أبوه مين؟ اللي هو سيدنا الحسين. فهو بيقول انكم كتبتوا له وبعتوا له رسائل من الكوفه الى المدينه، لكنكم ايه؟ خدعتموه. كمل معايا: واعطيتموه من انفسكم العهد والميثاق والبيعه، وقاتلتموه وخذلتموه، فتبا لكم ما قدمتم لانفسكم وسوءا لرايكم. باية عين تنظرون الى رسول الله يقول لكم: قتلتم عطرتي وانتهكتم حرمتي، فلستم من امتي. أظن يعني الكلام ده يعني مفيش أقوى منه ولا أخطر منه، إن أئمة الشيعة أنفسهم هم الذين يدينون شيعتهم على حد زعم إن الشيعة يتبعون الأئمة، الأئمة براء من هؤلاء. يبقى شوف لما سيدنا علي وبعد كده سيدنا الحسين، وأدي سيدنا علي بن الحسين، وكمان حنشوف دلوقتي كمان زينب بنت علي اللي أخت سيدنا الحسين، ماذا قالوا في عن الشيعة وعن شيعتهم الذين ادعوا حبهم للأئمة وللآل البيت زورا وبهتانا. لا، في كلام بقى أصعب من ده، اللي هو الشيعة بيلعنوا يزيد ابن معاوية، وإن يزيد هو الذي قتل الحسين، وكتب الشيعة بتعترف إن يزيد ابن معاوية ما قتلش الحسين. ده الكلام ده فين؟ كده موجود في الاحتجاج. تعالوا نشوف، يلا نشوف ماذا قال الشيعة عن يزيد بن معاوية، وأنهم هم الذين اعترفوا وأقروا أن يزيد ابن معاوية لم يقتل الحسين. وكان يقول لك أن يزيد أهان آل البيت وأهان نساء آل البيت ولم يكرمهم، برضو في كتب الشيعة كلام عكس ده. خلاص كده. وبعدين الذين باشروا قتل الحسين، شمر بن الجوشن وعبيد الله بن زياد، هم الذين بشروه، ودولت ايه؟ من شيعة علي ومن شيعة الحسين. وفي كتب زي مثلا رجال الطوس لما بيتكلم عن شمر بن الجوشن بيعترف ان ده من اصحاب سيدنا علي، وكذلك ايضا في كتب الرجال هتلاقي الترجمة لعبيد الله بن زياد ان دول من انصار الامام علي ومن اتباع الامام الحسين، وهم الذين باشروا قتل الامام الحسين. لكن تعال نشوف بقى ان الشيعة يذكرون ويعترفون ويقرون بأن يزيد بن معاوية لم يقتل الحسين، بيقولوا إيه بقى في كتبهم؟ اسمع معايا كده وركز معايا في الكلام ده. يقولون في كتاب الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 35، لما دخل سيدنا علي بن الحسين على يزيد بن معاوية ماذا قال له؟ اقرأ معايا.
قال علي: يا يزيد، بلغني أنك تريد قتلي، فإن كنت لابد قاتلي فوجه مع هؤلاء النسوة من يؤديهن إلى حرم رسول الله. فقال له يزيد: لا يؤديهن غيرك، لعن الله ابن مرجانة. ابن مرجانة اللي هو عبيد الله بن زياد، أحد من باشروا قتل سيدنا الحسين. لعن الله ابن مرجانة، ده مين اللي بيقول؟ يزيد. قال له يزيد: لا يؤديهن غيرك، لعن الله ابن مرجانة، يعني يزيد لعن من باشر قتل الحسين، لأنه ما أمرش بالقتل. هو لما أرسل عبيد الله بن زياد أو غيره، أرسل عشان يعوق وصول الحسين إلى الكوفة، لكن لم يقتل الحسين. نكمل كده: لعن الله ابن مرجان، ده كلام يزيد، فوالله ما أمرته بقتل أبيك، أنا ما قلتلوش يقتل الحسين، فوالله ما أمرته بقتل أبيك، ولو كنت متوليا لقتاله ما قتلته. ثم أحسن جائزته، يعني يزيد أحسن جائزة وضيافة واستقبال ووداع علي بن الحسين، ثم أحسن جائزته وحمله والنساء إلى المدينة، يعني أكرمهم. ده كلام كتب الشيعة كما سمعنا ورأينا بأعيننا، سمعنا بآذاننا، كتاب الاحتجاج للطبرسي، وده كتاب قوي عند الشيعة، يعترفون أن يزيد بن معاوية أكرم عليا وأكرم النساء معه، نساء آل البيت، وأن يزيد لعن عبيد الله بن زياد قاتل سيدنا الحسين، وأن يزيد يعترف بأنه لم يقتل الحسين، بل حتى لم يأمر بقتل الحسين. طيب أخته بقى السيدة زينب بنت سيدنا علي بتقول إيه؟ قالت: أتبكون، نفس الكتاب اللي هو الملهوف على قتل الطفوف، لكن صفحة اللي بعدها صفحة 193 بيقول: أتبكون، دي بتقول السيدة زينب بنت سيدنا علي اللي أخت سيدنا الحسين، أتبكون وتنتحبون؟ إيه والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها. وبعد كده قالت: ألا ساء ما تزرون، وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ده كلام مين؟ كل ده كلام سيدنا علي وسيدنا الحسين وسيدنا علي بن الحسين والسيدة زينب بنت سيدنا علي اللي أختي سيدنا الحسين. ما تنساش لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أشوفكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.